أسيلة 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 وين جات تسجل الهدف ديال خلاص باش تشتغل إثيوبيا باش تشتغل الكاس. هاد الحفل تابيني ديال واحد الاخ ديالنا اللي قضى معنا سنين كبيره لا في الميادين المغربيه ولا في الفريق الوطني، وكنظن ان سيلا كان غني على كل تعريف وغني على كل ما يمكن يتقال فيه، لانه عطى الكثير. وتقريبا انا كنظنش انه خدا شي حاجه من كره القدم الا الشهره يعني والشهره ديالو ولنا كل شيء. المغاربه كلهم كيبغيوه وكيتمناو له، كانوا كيتمناو له يكون احسن من داك الشيء اللي كان فيه وداك الشيء، الا انه توفى الله يرحمه. كنتمناو له من هذا المنبر ديالكم الرحمه والمغفره، وكنتمناو للعائله ديالو التوفيق ان شاء الله. لعبت مع المرحوم السي عسيلة مده عده سنوات، كان الله يرحمه لاعب ممتاز، كان دخل سوق راسو وكان دقيقوش ما تيعاش حد في البيت تصيبو قاسي مع بعض الدراري تيعاشرهم، وكان راجل طيب الله يرحمه. وكنت تنقس معاه شحال مره بزاف انا وياه وفراس، وكان تيقس معنا العربيه حرضه حتى هو والله يرحمه زعما الله يرحمه ويرحم والدينا اجمعين. مجمت المثل اللي كان دار معنا في اثيوبيا، كان من اللاعبين الممتازين اللي كان في اثيوبيا، كان تيدفعنا بزاف وكان ديما الجناح ديالو كان ديما صعيب، ولهذا حتى هو كان حزم معنا على ذاك اللقب والله يرحمه والله يعرف له. هذا ما كان هذه بديره الدراسه الاخ والرياضه عنده هذه بديره تيديروها مزيانه، وانا تنتمنى باش يديروها في الوقت الواحد ما يكون عايش بعدا، باش تبقى له ديكا ليه هو وديكا العائله ديالو، ماشي حتى تيموت الا ما زعما ما بقات ديكا، ما تتبقاش ديكا الموت ديالو تدوز فهمتي هكذاك تدوز صافي ماشي شي حاجه. وتنتمنى باش هاد صدقه الرياضه ولا مؤسسه محمد السادس بدا يشوفوا التكريم ديال الناس اللي كبروا الموت بيد الله، واش حربوا يموتوا ولا مازالين عايشين، انما ملي يكون مريض خصهم الواحد يتنابوا له ويتهلاو فيه وصافي.